بعد اعلان ريلم عن سلسله ريلم 13 الجديده واللي اتكلمت عنها في فيديوهات قبل كده، لو حابين تاخدوا فكره اللينكات في خانه الوصف. الشركه بتعلن رسميا عن ريلم 13 4G بنفس مواصفات ريلم 12 4G، مفيش اي اختلافات ما بين الموبايلين غير الاسم. ان شاء الله في الفيديو ده الذكاء هنعرف كل شيء حرفيا عن ريلم 13 4G، هنعرف المواصفات والمميزات والعيوب وفتح العلبه، وفي النهايه هتكلم عن السعر. بس الاول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم اولا بالمواصفات العادية لريلم 13 4G والبداية مع التصميم. تعالوا كده نشوف الموبايل مصنوع من ايه. الموبايل يا اصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية بالكامل، سواء الظهر او الاطار الجانبي، والواجهة طبعا مصنوعة من الازاز، والكاميرات بتيجي على شكل دائري في المنتصف وملمس ناعم مفهوش اي مشاكل، والموبايل مضاد لقطرات الماء والغبار بشهادة IP64، وابعاد الموبايل الطول 163 ملي والعرض 75.5 ملي، اما السمك 7.9 ملي والوزن 187 جرام. والموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G وبيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحة واحدة، يعني لو هتركب كارت ميموري هتستغنى عن الشريحة التانية. والموبايل بيدعم بصمة الاصبع مدمجة في الشاشة اسفل الشاشة، وبيدعم خاصية التعرف على الوجه فيس اللوك، وكمان الموبايل بيدعم مدخل سماعات الاذن، وبيدعم خاصية NFC 360 درجة لنقل الملفات عن قرب او الدفع الالكتروني الذكي، وبيدعم خاصية اوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن، بتفعل خاصية الاوتو جي من خلال الاعدادات. وكمان الموبايل بيدعم ميزات الذكاء الاصطناعي في التعديل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، بيدعم تشغيل الصوت والفيديو باكثر من صيغه. اما نظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهه ريلم يو اي 5.0. دي المواصفات العاديه اللي موجوده في ريلم 13 4G. نيجي بقى للمواصفات الرئيسيه واللي من خلالها بتكرر يا صديقي العزيز هتشتري الموبايل وبتحكم على الاداء. والبدايه مع البطاريه واللي بتكون قويه بسعه 5000 ملي امبير مع شحن سريع بقوه 67 واط، هيشحن 50% في 19 دقيقه بس، والبطاريه بالكامل في 47 دقيقة، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وحدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل او بتستخدمه في الانترنت او في اي استخدام انت عايزه، واللي هيساعد في اداء البطارية الكويس دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة 6 نانومتر. اما مساحة تخزين ريلم 13 4G، الموبايل بيجي باصدارين. الاصدار الاول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والاصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، يعني هتاخد 8 زائد 8 بالمجموع 16 جيجا رامات. وزي ما قلت لكم الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحه واحده، اما لو هتشغل الشريحتين هتستغنى عن كارت الميموري. اما عن شاشه ريلم 13 4G بتكون قويه من نوع الاموليد، شاشه مسطحه بحجم 6.6 بوصه بجوده الفول اتش دي بلس مع معدل تحديث 120 هرتز، هيفرق في سرعه الشاشه بشكل كبير خاصه في الالعاب الثقيله، وكثافه بكسلات 395 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 2000 شمع علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. وطبعا الشاشة بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع وقوي في كل الاستخدامات. شاشة أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد أداء سريع في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة زي بابجي وكول أوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب الرسومات العالية بشكل عام. وكمان معدل السطوع 2000 شمعة، يعني فائقة الوضوح في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس. شاشة كاملة متكاملة بالنسبة لفئة الموبايل السعرية. أما عن أداء ريلم 13 4G، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف، قديم ولا جديد، خلينا كده نشوف. المعالج يا أصدقائي من شركة كوالكوم سناب دراجون 685 4G 8 نواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي أدرينو 610، المعالج رغم إنه قديم ولكن أثبت كفاءته في الفئة السعرية المتوسطة، بيقدم أداء قوي في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب الثقيلة زي ببجي او فري فاير او العاب الرسومات العاليه بشكل عام. ولكن يعيب السناب دراجون 685 انه مش بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. نيجي بقى لكاميرات ريلم 13 4G، واولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه
1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه والوانها متناسقه، ولكن يعيبها انها مش بتدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال4K. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثنائيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وبتدعم المثبت البصري الالكتروني علشان الصوره ما تكونش مهزوزه اثناء التصوير خاصه في الفيديوهات. اما الكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل للعزل والبورتريه بفتحه عدسه 2.4. وطبعا الكاميرات الخلفيه بتدعم اوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتصوير الليلي والتصوير البطيء، وبتدعم المؤقت الذات ووضع اشاره الكف تصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرات الخلفيه من اهم مميزات ريلم 13 4G، هتقدم اداء رائع من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه والوانها روعه، ولكن يعيبها انها مش بتدعم برضو تصوير الفيديوهات بجوده ال4K. تعالوا بقى نشوف محتويات علبه ريلم 13 4G. بيكون موجود في العلبه الموبايل وعليه سكرينه من الشركه، وموجود راس الشاحن بكود 67 واط وكابل USB تايب سي وجراب لحمايه الموبايل من الهبد والرزع والخبطات والصدمات، ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال ودليل البدء السريع او كتابه التعليمات وشهاده الضمان. مش بيكون موجود في العلبه سماعات الاذن، وده امر عادي بالنسبه للريلمي. تعالوا بقى نعرف العيوب والمميزات في ريلم 13 4G. لازم نعرف يا اصدقائي ان مفيش اي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. اي موبايل فيه عيوب وفيه مميزات، مفيش موبايل كامل متكامل ايا كان سعره. المهم خلينا نبدا اولا بالعيوب. من عيوب ريلم 13 4G، التصميم قديم مفيش شكل جديد، ولكن خامات التصنيع جيده بالنسبه لفئه الموبايل السعريه، يعني تقريبا نفس تصميم ريلم 12 مع بعض الاختلافات البسيطه. اما العيب الثاني في الموبايل، بيجي بنفس مواصفات ريلم 12 نسخه ال4G، مفيش اي اختلافات غير في الاسم فقط. والعيب الثالث والاخير، للاسف لا يدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال4K لا في الكاميرا الاماميه ولا في الكاميرات الخلفيه. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات ريلم 13 4G، البطاريه كبيره تكفي لكل الاستخدامات طوال اليوم مع شاحن سريع بكود 67 واط، هيشحن 100% في 47 دقيقه بس. والميزه الثانيه في الموبايل، المعالج رغم انه قديم ولكن بيقدم اداء رائع في كل الاستخدامات، خاصه في الالعاب الثقيله زي بابجي وكول اوف ديوتي او فري فاير، واثبت كفاءته في اكتر من موبايل. اما الميزه الثالثه في الموبايل، بيجي بسماعات السيرو، يعني تجربه الصوت هتكون قويه ونقيه. اما الميزه الرابعه في ريلم 13 4G، الشاشه اموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد اداء سريع وقوي في كل الاستخدامات خاصه في الالعاب الثقيله، وكمان الوانها متناسقه جدا ومعدل سطوع 2000 شمعه، يعني فائقه الوضوح في ضوء النهار وتحت اشعه الشمس. اما الميزه الخامسه في الموبايل، الكاميرات بتقدم اداء رائع من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه والوانها متناسقه جدا. اما الميزه السادسه والاخيره في الموبايل، بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع احدث واجهه من ريلمي. دي العيوب والمميزات. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو، هي سعر ريلم 13 4G. هقول السعر العالمي للموبايل والسعر المتوقع في بعض البلدان العربيه. سعر الموبايل للنسخه الاولى رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 180 دولار امريكي. اما سعر النسخه الثانيه رام 8 جيجا مع ذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 200 دولار امريكي. والسعر بالمصري 10000 جنيه، والسعر بالريال السعودي 1000 ريال. حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها اصدقائي الاعزاء، السعر قد يختلف بزياده او نقصان على حسب الدوله او على حسب الاسواق. كل دوله وليها ظروفها الاقتصاديه وليها سياسه التسعير. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت افيدكم بشكل كبير. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك، لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله. سلام.